يوم خمس ليلة الخامس عشر من شعبان. الحديث رواه الإمام أحمد ورواه ابن ماجة وحسنه الألباني رحمه الله. ما الحديث؟ يقول ماذا؟ أن الله جل وعلا سيطلع ليلة النصف من شعبان، وهذا الحديث الوحيد الصحيح في النصف من شعبان، يوم النصف من شعبان. لا نسوي لا قريقعان ولا قرقعت ولا نصوم اليوم اللي قبله ولا نقوم الليلة اللي قبلها أبدا، ولا نعطي ولا إنما العبادة التي في هذه الليلة عبادة واحدة. ما هي؟ أن الله سيطلع ليلة النصف من شعبان على خلقه فيغفر لخلقه. الله أكبر. الله سيطلع على عباده ليلة النصف من شعبان، ليلة 15/8 يعني هذا الشهر، فيغفر لخلقه إلا مشرك ومشاح، وفي رواية قاتل ومشاح، يعني الله رحمته ستعم الخلق في 15 هذا الشهر أو ليلة 15 إلا القاطع الرحم والمشرك. قاطع الرحم منزوع بركة العمر، منزوع بركة المال، منزوع بركة الصحة، منزوع بركة الزوجة، منزوع بركة المال والأبناء، مسكين محارب. والله ما تحل البركة في حياة عبد قطع رحمه. يغضب البعض يقول أنت تكثر الكلام عن القطيعة. يا أخي القطيعة تسبب لعن الله، والقطيعة قد يفعلها بعض الصالحين وبعض اللي عليهم شرها، وبعض الصالحات تصلي الضحى وتصوم الاثنين والخميس ما رفعت بسبب ماذا؟ بسبب قطيعة الرحم. ونحن باقي أيام يا من تريدون صلة الرحمن، أيام ليلة النصف من شعبان الكريم يغفر لنا جميعا استقبالا لرمضان، إلا المشرك اللي أشرك مع الله غيره، ولعل في حلقة نخصصها لاحقا فيه، والمشاحن اللي بينهم شحناء تجاوزت 3 أيام. يا مسكين فرصة قبل أن تدخل رمضان فتصوم ولا يرفع صيامك، قبل أن يأتي للعيد وتعيدون الناس بالثوب الجديد وأنت لو ثوبك جديد ما ينفعك جمال ثوبك إذا كان قلبك أسود على المؤمنين. من البركة أن تكون واصلا. واصلح واعف عنهم يا أخي، مخطئين أنت مخطئ في حق الله وعفى عنك يا أخي، إذا أخطأوا واعف عنهم.